بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السادة الوزراء، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أود أن أتقدم بالشكر للسيد وزير الاتصال على إتاحته لنا هذه الفرصة لتنوير الرأي العام ببعض المعطيات والمؤشرات التي لها علاقة بسوق العمل وكذلك لها علاقة بالتنمية الاقتصادية. وقبل أن أتطرق إلى هذا الموضوع، أود الإشارة أو التنويه بالبعد الأساسي للدولة الجزائرية، وهو البعد الاجتماعي، حيث هذا البعد الاجتماعي كرسه بيان نوفمبر وكرسته الدساتير الجزائرية و كرسه بصفة متميزة دستور 2020 عندما تطرق إليه في 6 من أحكامه. وكذلك هذا البعد الاجتماعي الذي تم تعزيزه من خلال التزامات السيد رئيس الجمهورية 54 التزام، والذي أخذ حيزا معتبرا من هذه الالتزامات، لا سيما بما تعلق في الرفع من قيمة التحويلات الاجتماعية ومجابهة الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والأزمة الصحية العالمية، أزمة كوفيد. وفي هذا السياق وفي هذه المقاربة تم اتخاذ عدة قرارات لها صلة مباشرة بتعزيز البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية، وتم التكفل ب تقريبا جميع فئات المجتمع من الأجراء والمتقاعدين والمتقاعدين ذوي الدخل الضعيف وفئة الشباب التي كانت في جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، وكذلك استحداث جهاز اللي هو جهاز البطالة. لما نروح إلى فئة المتقاعدين، يجب علينا أن نتطرق إلى تثمين الأجور. تثمين الأجور حيث عرفت 4 زيادات متتالية من سنة 2020 إلى 2023، حيث مست هذه الزيادات 2.8 مليون مستفيد بأثر مالي قدره 560 مليار دينار جزائري، بمعنى 56 ألف مليار سنتيم بلغتنا المعروفة. زيادة هذه الأجور من سنة 2020 إلى 2023 هي تقريبا 47% من الأجر في حد ذاته، زيادة تقدر ب 47% من الأجر في حد ذاته. هذه الزيادة التي ستعرف أيضا زيادة في سنة 2024 سيرصد لها قيمة مالية تضاف إلى 560 مليار دينار جزائري اللي كنت تحدثت عليها. لما نروح للنقطة الثانية واللي هي تثمين المعاشات ومنح التثمين المنح ومعاشات التقاعد، حيث أيضا هذا المحور شهد زيادات منذ سنة 2020. زيادة في سنة 2020 بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 7% وبأثر مالي قدره 44.5 مليار دينار جزائري، بمعنى 44.500 مليار سنتيم. كان تثمين أيضا تاع المعاشات سنة 2022 بأثر رجعي إلى سنة 2021 بنسبة تتراوح بين 2 و10% بأثر مالي قدره 90.4 مليار دينار جزائري، أي 90.400 مليار سنتيم بلغتنا. هذا التثمين الذي مس أيضا سنة 2023 3,811,322 مستفيد من أبائنا المتقاعدين بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5% بأثر ماله قدره 52 مليار دينار جزائري، بمعنى 5200 مليار سنتيم. ولكن هناك زيادة استثنائية يجب الوقوف عندها، وهي الزيادة التي مست
فئة ذوي الدخل الضعيف من آبائنا المتقاعدين، حيث الكل فينا يعلم أنه كان فيه من المتقاعدين من عنده منحة أو معاش منحة تاع 300,000 400,000 500,000 600,000، وكان أيضا فيه من آبائنا اللي عنده معاش تاع 1400 1500 معاش تاع 1,600,000 1,700,000 1,800,000، ولكن السيد رئيس الجمهورية اتخذ قرار بأنه ما كانش منحة تقل على 1,500,000 وما كانش معاش يقل على 2,000,000. هذه الزيادة الاستثنائية التي مست ذوي الدخل الضعيف من أبائنا المتقاعدين، إضافة إلى الزيادات الأخرى التي تحدثتكم عنها، رصدت لها الخزينة العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي 600 مليار دينار جزائري، بمعنى 60,000 مليار سنتيم بلغتنا التي نتحدث بها. فيه نقطة ثالثة يجب التنويه والتذكير بها، وهي فئة الشباب الذين كانوا يقبعون في جهاز الإدماج المهني والاجتماعي، حيث كان عندنا الناس كل تعرف باللي كانوا عندنا شباب يخدموا في مؤسسات إدارية ومؤسسات اقتصادية عمومية، يخدموا نفس الخدمة اللي يخدموا فيها الموظفين العاديين، ولكن كان المدخول تاعهم لا يتعدى 1,500,000، وفيهم من كان يخلص 500,000 في هذا الجهاز. ولكن السيد رئيس الجمهورية أيضا اتخذ قرار بإدماج جميع هؤلاء في مناصب دائمة، حيث شملت هذه العملية، عملية الإدماج، أكثر من 541,000 مستفيد من الشباب الجزائري، والانتقال من وضعية 1,500,000 إلى الوضعية الطبيعية للموظف العادي، والاستفادة أيضا من جميع الامتيازات الضمان الاجتماعي، وعلى رأسها امتياز التقاعد، لأنه اللي كانوا بكري في جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لم تكن عندهم جميع امتيازات الضمان الاجتماعي وعلى رأسها امتياز التقاعد. فهذا القرار رد جميع الشباب اللي كانوا يخدموا بهذه الصيغة إلى صيغة طبيعية على نفس المستوى بينهم وبين الموظفين العاديين، ويستفيدون جميعا من جميع امتيازات الضمان الاجتماعي، كل شيء اللي كان في لا سيكوريتي سوسيال، إضافة إلى أن المرتبة تاعهم تكون متساوية مع الموظفين العاديين. نمر للنقطة الرابعة، وهي النقطة أيضا يجب التنويه بها، وهي تأسيس لجهاز البطالة، حيث نعرف جميع بأني في كل دول الجنوب يعني الجزائر الوحيدة اللي أسست لهذا جهاز البطالة، وحتى كي تروح لدول الشمال تلقى دول قلائل اللي مأسسة هذا الجهاز. هذا تأسيس هذا الجهاز جاء لضمان مورد إضافي لطالب العمل لتلبية الحاجيات تاعو اليومية، جاء أيضا لضمان حماية اجتماعية على الأقل يستفيد منها هذا البطال وهذا طالب العمل، وجاء أيضا لتمكين هذا المستفيدين من هذه المنحة باش يقدر يعرفنا بالخارطة تاع الشباب البطال تاعنا، باش نعرفوا المؤهلات تاعهم والتكوينات تاعهم، باش تكون عملية المرافقة والتكوين والتأهيل، لأنه الأصل في البطالة هي الانتقال من وضعية صفر، وضعية الشاب الجزائري غير المنتج، إلى وضعية الواحد، وضعية الشاب الجزائري المنتج. وفي هذا السياق جاء هذا الجهاز، وفي هذا الإطار كانت عملية المرافقة لهؤلاء الشباب البطالين، حيث كانت عملية تكوين أكثر من 141,000 مستفيد، وتم تنصيب منهم في مناصب دائمة أكثر من 26,000 منصب دائم. عدد المستفيدين من منحة البطالة هو 2,026,000 مستفيد يأخذ هذه المنحة.
كل هذه الإجراءات الاجتماعية وهذه القرارات الاجتماعية هي في الحقيقة عمقها هو ضمان الموارد المالية، هي الرفع من مداخيل العائلات الجزائرية، وهي أيضا مجابهة الآثار الناجية مع الأزمات الاقتصادية، وأكبر أزمة هي الأزمة الصحية، أزمة كوفيد، ومجابهة التضخم الناتج عن هذه الأزمة، وكذلك هي أيضا تشارك في الدفع والرفع من قيمة الطلب الاقتصادي في الجزائر، لأنه تعرفوا باللي كل ما يزيد الطلب كل ما يولي واجب على العرض باش يزيد باش يلبي عدد هذه الطلبات، وهو أيضا يساهم، وهذا هو اللي راح يساهم في التنمية وفي الحركية والديناميكية الاقتصادية. فهذه الإجراءات تساهم في الزيادة في قيمة الطلب الاقتصادي، وبالتالي راح تدفع المستثمر باش يزيد في الطلب في العرض الاقتصادي، وهذه هي الحركة الاقتصادية المرجوة من هذه القرارات الاجتماعية اللي مست كل فئات المجتمع. لما نحصيو هذا الدعم الاجتماعي كامل اللي صرا، نلقاو باللي قرابة 8 ملايين مستفيد. 8 ملايين مستفيد من هذا مستفيد مباشر من هذه عملية الدعم. لما تروحوا تحسبوا مستفيد مباشر من عملية الدعم وتعرفوا متوسط العائلة الجزائرية، تعرفوا قداه المستفيد الغير مباشر من هذا الدعم الاجتماعي وهذا الدعم اللي تحدثت لكم عليه. هذه الزيادة اللي مست أكثر من 8 ملايين مستفيد مباشر، وكي تضربها في عدد متوسط العائلات تشوف المستفيدين أيضا بصفة عامة من أفراد من الجزائريين، راح تساهم في رفع مستوى الطلب الجزائري، وأيضا راح تساهم في الديناميكية الاقتصادية، وكذلك راح تساهم في الوقوف والحد من الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية اللي كل تعرفوها، الأزمة الاقتصادية العالمية والنتائج أيضا الأزمة الاقتصادية الصحية العالمية اللي عاشتها كل دول العالم، والجزائر ليست بمنأى عنها. هذا الربط لما نتكلم على الدعم الاجتماعي فله أثر إلى حد ما في الحركة الديناميكية الاقتصادية، نروح إلى بعض الدلائل التي تشهد على أنه فيه ديناميكية اقتصادية، ونبدأكم بأول مؤشر اللي هو الوساطة في القطاع الاقتصادي، والوساطة في سوق الشغل في القطاع الاقتصادي والعمومي. لما نحسو إلى غاية 30 سبتمبر 2023 نلقاو باللي 334 ألف عرض عمل مقدم من طرف المؤسسات. عروض العمل هذه لما نقارنوها بنفس المدة بسنة 22 نلقاوها نسبة زيادة تاع 38% مقارنة بنفس المدة تاع سنة 2022. زيادة في عروض العمل، زيادة في عدد التنصيبات. عدد التنصيبات واش معناتها؟ هي أنه كي يتقدم عرض عمل يندر له توجيه تاع طالب العمل، معناتها تنصيب، معناتها طالب العمل لقى منصب عمل، لقى منصب العمل في القطاع الاقتصادي والقطاع الاجتماعي. زيادة التنصيبات مقارنة بسنة 22 في نفس المدة هي زيادة ب 27% في عدد التنصيبات، حيث بلغت التنصيبات في القطاع الاقتصادي والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص 232,579 تنصيب. هذه التنصيبات، هذه الحركية الاقتصادية، هذا الانتعاش في سوق الشغل يؤثر لا محالة مباشرة بصفة يعني مباشرة في صناديق الضمان الاجتماعي. ولما نشوفوا الأثر تاعو في صناديق الضمان الاجتماعي، أول حاجة نبداو بحجم المداخيل، حيث سجلنا في الثمان أشهر الأولى من مداخيل صندوق لاكناس سجلنا 1,101.6 مليار دينار جزائري. لما نقارنوها بنفس المدة من سنة 2022 نلقاوها 897.8 مليار دينار جزائري، أي بزيادة تقدر ب 23.3% من مداخيل مداخيل صندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الكناس. واش معناتها هذه الزيادة؟ هذه الزيادة معناتها كاين توسيع في
توسيع في قاعدة الاشتراك، توسيع في قاعدة الاشتراك. لما نديروا مقارنة بين سنة 2022 كان عندنا 397,132 شركة مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي. لما نشوفوا خلال 8 أشهر الأولى نلقاو باللي كاين زيادة تاع 10,000 مؤسسة جديدة اشتركت في صناديق الضمان الاجتماعي، ليصل عدد الشركات المسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي ب 407,333 شركة مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي. هذه الزيادة في عدد المستخدمين وهذه الشركات المسجلة الجديدة في صندوق الضمان الاجتماعي لاكناس هي التي ساهمت في استيعاب 232,000 اللي كنت تكلمت لكم عليها من التنصيبات الجديدة في سوق الشغل في القطاع الاقتصادي والقطاع الاجتماعي. أنا حبيت هنا ندير ملاحظة برك مقارنة. لما نديروا مقارنة خفيفة يعني بين الوضعية اللي كانت تعيشها البلاد بين 2010 و 2014 ونهزوا سنة 2014 نلقاو باللي مداخيل لاكناس في 2014 كانت 953 مليار دينار. 953 مليار دينار مع يعني الوضعية اللي كان يعيشها العالم بصفة عامة من يعني الاقتصاد المستقر والوضعية التي كانت تعيشها البلدان فيزافي هذه الوضعية الاقتصادية العالمية. لما نروحوا لعدد المستخدمين ولا الشركات اللي كانت مسجلة في صناديق الوطني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاكناس نلقاو باللي كان عندنا 330,204 شركة مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي لاكناس. هل الوضعية اللي يعيشها العالم الآن هي نفس الوضعية اللي كان يعيشها العالم 2014 أو أن الوضعية اللي كانت تعيشها الجزائر الآن هي نفس الوضعية تاع 2014؟ فهنا هذه الأرقام تدل على أنه كاين إرادة للانضمام في السوق في السوق الجديد في الشبكة الاقتصادية الجديدة. هذه الشبكة الاقتصادية الجديدة التي هي مبنية على منظومة تشريعية سليمة مبنية على منظومة تشريعية تفتح الفرص لجميع المتعاملين، مبنية على إصلاحات تشريعية تخلي المؤسسات تلتزم بالمواطنة تاعها وتولي مؤسسات ملتزمة، مؤسسات مواطنة، مؤسسات تامن بالأجراء تاعها، تامن بالخدامين تاعها، تامن بلاكارير تاع الخدامين تاعها. هذا هو معناتها هذه المؤشرات اللي كنت نتكلم لكم عنها، هذه الزيادة في عدد المستخدمين، هذه التنمية الاقتصادية، هذه المؤشرات التي تدل على التنمية الاقتصادية هي تعكس العملية الإصلاحية اللي مست الشأن الاقتصادي من منظومة تشريعية وأيضا تصفي النسيج الاقتصادي وتخلي إلا المؤسسات المسؤولة، المؤسسات التي يبنى عليها اقتصاد وطني، اقتصاد سليم. هذه المؤشرات التي في الحقيقة هي مؤشرات لها أثر إيجابي لا محالة على العجز المالي للصناديق، وكذلك هي مؤشرات تدل على انه التنمية الاقتصادية راهي في منحى تصاعدي، التنمية الاقتصادية راهي في إعادة مبنية على إعادة ترتيب بيت النسيج الاقتصادي في الجزائر. أردت أن أطرح إليكم يعني هذه المداخلة تاعي بهذا الشكل، أكدت على القرارات الاجتماعية التي اتخذت في هذا الشأن لتعزيز البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية وأثر هذه القرارات في الجانب الاقتصادي. هذه القرارات التي هي في الحقيقة هي قرارات سيادية، قرارات يعني لما دولة جزائرية تأخذ مثل هذه القرارات في مثل هذه الظروف، اقتصاد عالمي راكد، ركود عالمي، فهي تدل على السيادية في اتخاذ القرار. شكرا لكم وبارك الله فيكم.